مشاهدينا الاعزاء، القوافل الطبيه من الخدمات المميزه التي تسعى لتقديمها وتحقيقها وزاره الصحه والسكان داخل الاماكن النائيه والمحرومه من الخدمه الصحيه، فكونوا معنا وكل ما يقدم داخل القافله الطبيه. مشاهدينا، من داخل قسم الكشف المبكر بالقافله الطبيه معنا احدى القامات العمل. هتعرف بيك، تعرف بيك يا فندم الاول. صباح محمد علي الروم. اهلا بيك. بالصباح. الخدمه اللي انت بتقدميها والدور داخل القافله، انت حاجه اسمها الكشف المبكر. ايه بقى عباره عن الكشف المبكر؟ عباره عن اكتشاف السكر عشوائي، يعني اللي المريض يبقى جاي مثلا مش عارف هو كان عنده سكر او عنده ضغط، فهو بيبقى يعني جاي يكشف عادي ما يعرفش اي حاجه. فاحنا دلوقتي بنحاول نشوف الحاله الاول ما تيجي، وقبل ما بتكشف بره بشوف لها السكر، وطبعا بقيس لها السكر عشوائي من يكون واكله وشرب عشوائي، يعني ممكن واكله وشربه ومش صايمه ولا اي حاجه، طبيعي يعني يكون طبيعتها عادي. فهي في ناس بيكون مثلا بيطلع عندها سكر هي ما تعرفش ان يكون عندها سكر، ضغطها عالي ما تعرفش ان عندها ضغط. فطبعا لما بلاقي الضغط عالي او السكر عالي بحولهم لاخصائي البطنه بالنسبه للسكر، واخصائي القلب بالنسبه للضغط، فبحول لهم. فطبعا هو بقى الدكتور بيشوف الحاله، يبقى انا بيتعامل بقى مع الحاله، بيتعامل مع الحاله، انا بكتب له النسبه بتاعه السكر والنسبه بتاعه الضغط، وهو الدكتور بيتعامل بقى معاه ويشوف بقى كان بقى يعمل لها تحليل تاني دم السكر، دم سكر، وبعد كده بيحاول بقى يديها العلاج بتاعها يعني. بس هي الحاله اللي مع حضرتك دلوقتي ايه؟ سكرها كويس، طلع 110 وضغطها 120 على 80، يعني مظبوط طبيعي. لكن لو مثلا هي طبعا ما جايه دلوقتي بتكشف عادي خالص. بالنسبه بقى لو هي طلعت السكر عندها سكر، اي حاله طلعت من 140 اللي طالع ده يبقى عنده عالي. بالنسبه برضو للضغط 140 90 يبقى بدا عالي. تمام. بس قولي لي يعني في اكتر حالات جات لي كتير، اكل اغلبهم ايه؟ السكر عالي عندهم ولا؟ احنا انا جات لي لحد دلوقتي بالنسبه انا عملت 40 حاله. 40 حاله؟ جالي منهم انا بعمل كشف دلوقتي اهو. عملت دلوقتي يجي 3 حالات سكر عالي، وعملت 2 4 6 حالات ضغط عالي. بعدين انا بكتب بالنسبه بكتب لا ببعتها بالنسبه لو كان ضغط عالي بكتبه بالاحمر، بحيث ان الكشف ده بيروح الكمبيوتر وبيسجله بقى بتاع، عشان لو اي حد جه على غفله ممكن يشوف ايه بيميز بين العادي وبين الطبيعي. يعني نوع من التسهيل على الطبيب. طيب تمام. انا هسال بقى اشوف الحاجه. اهلا بك يا حاجه. اهلا بك يا فندم. الف سلام عليك. الله يسلمك. انت جيتي النهارده، مين اللي قال لك ان في قافله طبيه النهارده؟ هم قالوا في الاربع والخميس قافله، فبنيجي نكشف كل قافله ما بتيجي. جيتي قطعتي تذكره ولا ايه اللي حصل؟ قطعت تذكره ودخلت بكشف سكر وضغط. حللت لك هي الكشف المبكر في اول القافله، يعني المرحله الاولى تبداي معاها. ايوه، السكر قد ايه والضغط قد ايه، وانا عليه الدكتور بيديني العلاج وبتابع معاه. طب كشفتي ايه؟ ولادك كشفوا او حاجه او حد قرايبك برضو جم؟ معايا اولادي بيكشفوا وبيتابعوا مع كل دكتور. ايوه طبعا، القلب والبطنه والجلديه والجراحه. مبسوطين ان القافله دي موجوده؟ طبعا، هي بتساعد الناس الغلابه اللي مش بعيد عنهم المستشفيات والدكاتره الخاصه، بتبقى مساعداهم. انت قلت اقرب او يعني اقرب مستشفى بالنسبه لكم هنا اللي هي اللي في السمسطه، مش كده؟ اللي هنا دي قريب من اهل البلد نفسها. ان عيادات خاصه طبعا مكلفه، ومفيش كمان عيادات خاصه مكلفه وبعيده جدا. بعيده. عايزين القوافل دي تتكرر؟ طبعا اكيد، ما هو الناس بتخدم البلد وكويسين وحلوين ومرحب بيهم في اي وقت. مشاهدينا، من داخل معمل الطفيليات بالقافله الطبيه معنا احد القائمين على العمل. هتعرف بيه، تعرف بيك؟ عيتي حاتم امام، فني معمل
بالقوافل الطبيه. اهلا بيك يا استاذ زيد. استاذ زيد طبعا داخل المعمل في القوافل الطبيه ده معمل الطفيليات صح؟ ده بالظبط كده معمل يونر ستول معمل الطفيليات. تمام، قول لي بقى يعني اللي اغلب العينات اللي جات لك النهارده يعني نتيجه التحليل بتطلع كانت يعني معظمها عن ايه؟ معظمها في املاح، بعض الحالات فيها نسبه صديد، انما كله خالي من سكر من زلال في البول. تمام يعني الديدان فيه طفيلات الديدان بسيط بسيط بسيط. حوالي كم حاله لحد دلوقتي؟ حاله واحده ديدان، انما 16 حاله يورين اسيد املاح املاح يورات يوريك اسيد بتتنوع يعني حسب مثلا ايه نوع الاملاح اللي موجود عند المريض في البول. قول لي بقى انت لما بتجيلك الحاله بتعمل معاها ايه تحديدا بالظبط؟ اول ما يحضر المريض بناخد منه الريكوست بتاعه بنسجله، وبعد كده بحط رقم الريكوست على الانبوب وبديله الانبوب او العلبه بتاع البراز، وهو بيروح يجيب العينه باخد منها واحط رقمها على الشريحه، وبعد كده اكتب النتيجه هنا، وبعدين بسجل النتيجه عنده المريض في الريكوست بتاعه، وبياخد الريكوست ويروح يرجع للدكتور اللي هو طلب منه تحليل البول او تحليل البراز. تمام. طب لسلامه الخلط وعدم الخلط في العينات انت بتعمل كود للعينه طبعا والعينه بكود يعني عند حضرتك البول اللي هو اليورين ده 29 عن البراز ده 28 غير رقم المسلسل اللي عندي غير رقم التذكره اللي هو مكتوب واسم يعني المريض ثلاث حاجات على الانبوبه او على علبه البراز. واسم المريض بيبقى على العلبه برضو؟ لا الرقم بس الرقم بس الكود بس. انما انا برجع بالكود ده واسجله طبعا كل اسم له كود له رقم معين ورقم مسلسل ورقم كود ورقم تذكره. الناس مبسوطه لما بتجي لك كده بتسحب عينه وبتسحب تحاليل مبسوطه فعلا؟ الناس مبسوطه جدا جدا لان لو في عنده املاح في عنده في البراز مثلا ديدان طفيليات بيتعالج منها بيعرف فيه بيعرف كمان في البول نسبه السكر نسبه الزلال بيتعالج منها يعني كل دي راجع على المريض بحاجه كويسه يعني. الناس مبسوطه حاسه ان الكوافر فعلا مبسوطه جدا انها بتقدم له خدمه يعني احسن من بره كتير يعني بره البول ب 15 جنيه هنا ما بي ولا مليم ولا مليم. مشاهدينا مع بعض الحالات المرضيه والمترددين على القافله الطبيه داخل يعني القريه هنتعرف عليه وهنشوف حالته. اهلا بيك. اهلا ومرحبا استاذ ابو هشام حسن بني. اهلا بيك. انت من اهل القريه؟ من اهل القريه. الخدمه الطبيه هنا اللي داخل القريه متمثله في الوحده الصحيه بس؟ هي خاصه بالمستشفى الوحده الصحيه بس فيها ممارس فقط؟ بس فيها ممارس والمستشفى اللي سمسطه اللي هي المركز ده المركز يا ده اخر حاجه كده بس اخر حاجه بالنسبه لحاجه طبيه. القوافل بقى النهارده مهمه ليك ولا مش مهمه؟ لا طبعا مهمه جدا وحاجه حلوه جدا ويا ريت تتكرر يعني كل اقل حاجه كل فتره كده عشان احنا يعني بالنسبه هنا بيننا وبين المستشفى المركزي يعني مسافه وفي ناس بتتعبانه يعني وفي الحمد لله فيها خدمه حلوه الحمد لله يعني. بس يعني التخصصات النهارده كتيره الحالات كلها جيتوا كشفتوا كلكم قطعتوا تذاكر وكشفتوا تخصصات مختلفه علاجة. وخدتوا علاج كلها مجاني؟ لا مجاني طبعا مجاني الحمد لله وخدمه حلوه الحمد لله وفي قبول كويس والحين خدمه موظفين واحدى الزملاء الحمد لله حاجه حلوه كويسه يعني والدكاتره برضو ما شاء الله يعني الدكاتره معظمهم مستشارين يعني معظمهم ما شاء الله مستشارين ما شاء الله يعني في يعني ما شاء الله يعني قبول كويس وخدمه حلوه ويعني ما شاء الله يعني تخص حاجه حلوه كويسه يعني. عايزينها تتكرر يا ريت على طول يا فندم يا فندم على طول يا ريت يا ريت عايزينها كل على طول فتره كده اقل حاجه يعني كل شهرين ثلاثة أربعة كده تبقى عندنا على طول يعني كده بس ما شاء الله حاجة حلوة يعني يا رب حاجة حلوة ربنا يوفقكم إن شاء الله كده. شكرا جدا وبالتوفيق. ربنا يوفقكم يا فندم. شكرا يا فندم.
مشاهدينا الاعزاء كده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم على وعد بلقاء جديد وقافله جديده وخدمه طبيه وصحيه من اجل اسعاد الاسره المصريه. شكرا لكم والى اللقاء.